تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من حصتكم الجزائر مباشر. في حدث اليوم نتابع القطاع الصناعي بالجزائر تشييد قاعدة إنتاج تمتد عبر كامل التراب الوطني لتجسيد الإقلاع الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار. وفي ملفنا الدولي لدينا النيجيريون يحتشدون بالآلاف تصديا لأي تدخل أجنبي. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام. إذن شكلت سنة 2023 سنة تعزيز مكتسبات القطاع الصناعي، حيث حققت الجزائر نهضة صناعية حقيقية بتضاعف صادراتها خارج المحروقات إلى 3 مرات على ما كانت عليه من سنة 2019 بفضل البرنامج النهضوي لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. مقاربة اعتمدت فيها الجزائر على التنويع الصناعي والاقتصادي وتشجيع الإنتاج المحلي والاستثمارات المحلية والأجنبية أيضا، حيث أشرفت الجزائر ووضعت استراتيجية قطاعية لتأهيل القطاع الصناعي منذ سنة 2020 أسفرت عن اعتماد 3 برامج بهدف دعم تشجيع الإنتاج المحلي وتعزيزه ومنح المستثمرين المحليين والأجانب مزايا ضريبية وإدارية مختلفة. نناقش الملف في حدث الجزائر مباشر. ولمناقشة ملفنا هذا يحضر معي في البلاتو الدكتور إسحاق خرشي خبير اقتصادي. مرحبا بك أستاذ. مرحبا، شكرا على الاستضافة. شكرا. وأيضا يلتحق بي مباشرة من محطة بشار البروفيسور أحمد بوسهمين عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بشار. مرحبا بك بروفيسور. مرحبا بك بروفيسور. أشكركم على هذه الاستضافة. مرحبا بك. وأيضا يلتحق بنا مباشرة من محطة قسنطينة السيد إبراهيم بولغرون مدير الصناعة لولاية ميلا. مرحبا بك السيد بولغرون. شكرا لك سيدتي، شكرا للدعوة. شكرا. السلام عليكم. مرحبا بك. إذن لا بأس أن أستهل نقاشي الآن معك أستاذ خرشي بالحديث عن هذه الاستراتيجية ومكتسبات القطاع الصناعي التي أضحت الآن واضحة للعيان من خلال أولا المؤشرات وأيضا نسبة الاستثمار المتواصل. لقد تضاعفت تقريبا ب3 مرات مقارنة ب 2019 كما ذكرت قبل قليل في المقدمة. كيف تقرؤون هذه الرؤية الاقتصادية الواقعية والاستشرافية للقطاع الصناعي في الجزائر؟ هي رؤية فرضتها الظروف الاقتصادية من جهة، ومن جهة أخرى الإرادة السياسية الموجودة للارتقاء بالقطاع الصناعي. البداية كانت بإعادة ضبط الإعدادات الخاصة بالاقتصاد الجزائري، لأن فاتورة الواردات كانت مرتفعة بشكل كبير جدا، حوالي 60 مليار دولار. فمن أجل خفض هذه الفاتورة كان لابد من تعويض المنتجات المستوردة بالإنتاج الوطني، وكانت البداية في ندوة الإنعاش الصناعي ديسمبر 2021 لما اجتمع السيد الرئيس مع الطاقم الحكومي لإعادة بعث القطاع الصناعي في الجزائر. ومنذ ذلك الحين أصبح العمل يركز بشكل كبير على
محاربة البيروقراطية في عملية إنجاز المشاريع الصناعية مع رفع العراقيل عن المشاريع الصناعية، إحصاء حتى المؤسسات المتعثرة والتي كانت متوقفة بسبب الصعوبات في التمويل. ففي كل مجلس وزراء كانت تقدم الحصيلة حول المشاريع التي الصناعية التي يرفع عنها العراقيل، وصولا إلى 915 مشروع صناعي تم رفع العراقيل عنها، 51 مؤسسة كانت تواجه صعوبات مالية متوقفة تماما عن النشاط تم تمويلها. بالإضافة إلى ذلك السيد الرئيس كان يطلب في كل مرة خارطة المشاريع الاستثمارية التي تقدم الكثير. كل هذه الإنجازات المتعلقة برفع العراقيل عن المشاريع الصناعية وغيرها سمحت بتحقيق أرقام هامة في التجارة الدولية متعلقة بالصادرات خارج قطاع المحروقات. أبرز الصادرات كانت الصناعة المتعلقة بالحديد، بالبلاستيك، صناعة الزجاج، مواد البناء، الإسمنت، مواد غذائية. فأي مادة خام تجرى عليها عملية تحويلية نعتبرها عملية صناعية. الأرقام تشير إلى أن انتقلنا في الصادرات خارج قطاع المحروقات من 3% إلى 11%، أول مرة نسجل هذه النسبة برقمين. طبعا كل ما ذكرت هو يقع أو يقف وراء هذه الإنجازات. انتقلنا أيضا من ناحية القيمة من 1.7 1.8 مليار دولار قبل 2019 إلى 5 مليار دولار 2021، 7 مليار دولار 2022، وقد ربما نحقق 13 مليار دولار بنهاية سنة 2023. إذن في حزمة من الإصلاحات من أجل بناء قاعدة صناعية بدأت تنعكس أولا الآن إيجابا على مؤشرات الخاصة بالتصدير، بالإضافة إلى نقطة أخيرة أذكرها وهي قانون الاستثمار الذي أيضا يؤسس لقاعدة صناعية. عدد المشاريع المسجلة منذ إطلاق هذا القانون إلى غاية شهر جويلية 2923 مشروع صناعي مسجل. نعم، وهو أيضا أستاذ خرشي بالحديث على كل هذه المعطيات لا بأس أن أنقلها إلى البروفيسور أحمد بوسهمين من جامعة بشار. بروفيسور، الآن أستاذ خرشي قد أعطانا المعطيات اللازمة من أجل الإقلاع الاقتصادي وتفسير الإقلاع الاقتصادي خاصة في القطاع الصناعي الذي تشهده الجزائر من خلال رفع العراقيل عن أهم المشاريع وأيضا قانون الاستثمار. إلى جانب كل هذا، كيف يساهم التنوع الاقتصادي الذي ترتكز عليه الجزائر خاصة في هذه السياسة الاقتصادية من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني خاصة في المجال الصناعي بروفيسور؟ شكرا. أولا أشكر تلفزيون الجزائر على هذه الاستضافة ولإثراء هذا الموضوع الهام. كما قلنا، يعتبر موضوع التنويع الاقتصادي من المواضيع التي شغلت الاهتمام الباحثين الاقتصاديين خاصة أصحاب القرار الاقتصادي والسياسي بالدرجة الأولى، وخاصة أننا نعرف أن الجزائر تعتمد في مداخلها على منتوج واحد وهو النفط، وكما نعلم أن النفط أسعاره غير محددة بالنسبة للمؤسسات أو بالنسبة للدول التي تنتج هذا النوع من هذا المنتوج النفطي، وبالتالي يبقى اقتصادنا مرهون بأسعار لا نقوم بتحديدها، وكل هزات في هذه الأسعار أسعار النفط تنعكس سلبا على اقتصادنا، وبالتالي وجب علينا العمل على إيجاد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في هيكلة الاقتصاد بحيث نقوم بتنويع اقتصادنا. بمعنى آخر، أن التنويع الاقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي أو مصادر الإيرادات في الميزانية العامة، كما ينطوي مفهوم التنويع الاقتصادي أيضا على أهمية إشراك القطاع الخاص وإعطائه دورا يناسب حجم الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني، وبالتالي وجب علينا تنويع اقتصادنا. وكما ذكر ضيفك في الحصة، أن الانطلاقة كانت عندما قام رئيس الجمهورية بترأس ندوة الإنعاش الاقتصادي ورسم استراتيجيات ورسم أهداف أن نقوم بأن الإيرادات من تصدير خارج المحروقات تصل بحوالي 10 مليار دولار إلى 13، وبالتالي وصلنا إلى نتائج جد مهمة
في هذا المجال، وبالتالي وجب علينا تنويع اقتصادنا بتشجيع الاستثمارات، سواء كانت استثمارات محلية، استثمارات محلية تقوم على صناعة الاستخراجية للمواد الأولية، أو الصناعات التحويلية التي نقوم بتحويل هذه المواد الأولية إلى منتوجات. هذه المنتوجات تباع أولا في السوق المحلي، ثم إلى تصديرها خارج الوطن. نعم. وبالتالي هناك إيجاد قيمة مضافة أكثر عند. نعم، هو كذلك وقد أشرتم إلى نقطة مهمة جدا هنا بروفيسور، بالحديث عن التنويع المنتوجات وذلك أيضا خارج المحروقات. أنتقل الآن بسؤالي للسيد إبراهيم بولغرون، مدير الصناعة لولاية ميلا من محطة قسنطينة. سيد بولغرون، الأكيد بأن ولاية ميلا على غرار ولايات الجزائر أيضا شهدت هذه الحركية الاقتصادية، خاصة في مجال الاستثمار الصناعي من خلال إعادة تفعيل مناطق النشاط وأيضا المناطق الصناعية من أجل جعل ميلا قطب صناعي بامتياز. الأكيد أنه فيه هناك استراتيجية أيضا توضع بالنسبة لولاية ميلا. لو تضعنا الآن في صورة هذه الحركية الاقتصادية والاستثمارية التي تشهدها الولاية. شكرا سيدتي الفاضلة مرة أخرى، ولضيوفك الكرام الأساتذة الأفاضل. لو نتكلم على ولاية ميلا هي مؤهلة لأن تصبح قطب صناعي بامتياز، وهذا ما صرح به المسؤول الأول على قطاع الصناعة السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني أثناء الزيارة الأخيرة لولاية ميلا، حيث عاين عديد المشاريع وكانت زيارة موفقة. لو نتكلم على ولاية ميلا هي بموقعها الاستراتيجي ممكن تجعل منها قطب للتبادل الاقتصادي، وكذلك كما تعلمين سيدتي الفاضلة أن ولاية ميلا يطغى عليها الطابع الفلاحي، وصناعة الغذاء الصناعة التحويلية في الغذائية هي السائدة أو تحتل المراتب الأولى. ولاية ميلا منذ مجيء السيد الوالي أولى اهتمام كبير لقطاع الصناعة، منها رفع العراقيل وكذا مرافقة المستثمرين وتهيئة المناطق الصناعية ومناطق النشاطات. ولاية ميلا لدينا منطقة صناعية هي منطقة الصناعية في بقرانة والمسمات باسم الشهيد ناصر التونسي. هذه المنطقة تعتبر قطب صناعي أو قطب استثماري بها أكثر من 247 هكتار وبها 614 قطعة. ولاية ميلا الصناعة التحويلية تطغى عليها. لو نتكلم على الاستثمار في ولاية ميلا، نعم، ولاية ميلا هذه الولاية التي لديها كل المقومات بأن تصبح قطب صناعي، والسيد والي ولاية ميلا يسدي دائما تعليمات لأجل رفع بعجلة التنمية بهذه الولاية، ومن خلال هذا هو اللقاء المستمر بالمستثمرين وكذلك ترأسه الدوري للجنة الولائية لرفع العراقيل والقيود. عفوا سيد بولغرون، لو نتجه بلغة الأرقام إن كان أمكن، ما هي عدد المشاريع التي تم رفع العراقيل عليها، وخاصة نوعية هذه المشاريع في أي مجال تدخل، يعني تمت جذب الاستثمارات في أي مجال بالنسبة لولاية ميلا؟ نعم سيدتي الفاضلة، بالنسبة للمشاريع التي تم رفع عليها العراقيل لدينا 214 مشروع استثماري. كما تعلمين أمانة اللجنة هي مديرية الصناعة والمناجم، كم استقبلت من مجموعه 312 ملف تم دراسة كما سبقت، وأسفلت هذه النتائج على منح 57 رخصة استغلال استثنائية و52 قرار تعديلي. لما نتكلم على رفع العراقيل تطبيقا للتعليم الرئاسي رقم 3 والمتعلقه بالمشاريع المنتهيه، وكذلك السيد الوالي اسدى تعليمات كل ما يعيق المستثمرين اللجنه الولائيه تدرسه، وان الحمد لله درسنا عده المشاريع، وان كان عندنا اشكال في المنطقه الصناعيه بقرانه، كان هذا الاشكال كان قائم في المنطقه الصناعيه بقرانه لاكثر من 7 سنوات، ومنذ مجيء السيد الوالي انه اولى اهتمام كبير للمنطقه الصناعيه بقرانه، وين تحل المشكل هذا نهائيا وهو مشكل العقود. وين للعلم سيد الوالي ولايه ميلا زار هذه المنطقه للمنطقه الصناعيه بقرانه اكثر من 16 مره، وهذا دليل على ما توليه الولايه والسلطه العليا للبلاد للاستثمار ومرافقه المستثمرين. المنطقه الصناعيه بقرانه نتكلم عليها اللي بها كما قلت 614 قطعه، و
صارت طارئ لتعديل المخطط الذئاب بالمنطقه، وين بالمناسبه السيد الوالي لم ينسى كذلك ايضا لحامل المشاريع الستارت اب، وين طلب من مديريه التعمير ومكتب الدراسات المكلف باعاده الدراسه ان يخلق جزء لاصحاب المشاريع الناشئه، وين تم انشاء حيز به 37 قطعه خاصه لاصحاب المشاريع الستارت اب، هما قطع صغيره تتراوح بين 200 الى 500 متر مربع، فهي مخصصه لحاملي المشاريع. نعم سيد بلغرون، بالنسبه للمشاريع كما قلت. نعم لا بأس، سوف أعود إليكم بالحديث على نقطة أخرى سيد بلغرون، لكن لا بأس أن أتجه الآن إلى أستاذ خرشي بالحديث عن ولاية ميلا، وهي تعتبر أيضا النموذج من بين الولايات الجزائرية، والتي قد تخصصت كل ولاية في إنتاج وشعب صناعية، وهذا هو الهدف من تحفيز وإعادة عجلة المسار والتنمية الصناعية بالنسبة للجزائر من حيث تطوير هذه الشعب الصناعية، حيث كانت من الأولويات كان في تنصيب لجان رئيسية تتعلق بالصناعات الغذائية، صناعات الكهربائية والإلكترونية، وصناعة النسيج والجلود، والصناعات الميكانيكية. كيف تقرؤون أستاذ تخصص كل هذه وإعادة تطوير هذه الشعب من حيث تطوير الاقتصاد الوطني محليا، وبالتالي أيضا الذهاب نحو الأسواق الأجنبية؟ هذا هو الأساس في إحصاء المقومات التنافسية لكل ولاية، حتى تستفيد كل ولاية من الميزة النسبية التي تمتاز بها الولاية الأخرى. كما ذكر السيد مدير الصناعة لولاية ميلا بأن ميلا تتميز بقوة في الصناعات التحويلية، والصناعة التحويلية واسعة، فيها ما يتعلق بالحديد، تحويل الحديد، فيها ما يتعلق أيضا بالقطاع الفلاحي إلى غير ذلك. فالأهمية التي تكتسيها الإحصاء المقومات التنافسية لكل ولاية هو تطوير نسبة مساهمة الصناعة في النهاية، لأن هدف الحكومة الآن هو الارتقاء بنسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 5% إلى 15%. نعم. هذا هو الأساس، يعني تقريبا من 10 مليار دولار ما تنتجه قطاع الصناعة إلى حوالي 30 مليار دولار كنسبة مساهمة في الناتج الداخلي الخام. ولكن هذا من أجل تحقيق هذا يجب الوقوف على حجم الإنتاج مقارنة بالطاقة الإنتاجية، يعني للأسف بعض المؤسسات الصناعية الجزائرية عندها طاقة إنتاجية كبيرة، ولكن لما نشوفوا حجم الإنتاج نلقاو تشكيلة قليلة من المنتجات. فالاستراتيجية الحالية أعتقد ربما هي غير واضحة، ولكن نحن من ناحية منهجية نحاول توضيحها، بأنه أولا يجب أن نقوم بالتشخيص استراتيجي، معنى كل مؤسسة يجب أن نعرف أولا وضعيتها المالية، ثم دراسة جدوى. نعم. ثم أيضا ان دياغنوستيك استراتيجيك للبورتفوليو داكتيفيتي، معناها محفظه نشاطات. نعم، تشخيص استراتيجي لمحفظه نشاطات. نعم. ما هو عدد المنتجات الموجوده؟ بعد ذلك نقوم بعمليه اعاده التقسيم الاستراتيجي لنشاطات هذه المؤسسه، بمعنى اننا نكون لها محفظه نشاطات اخرى جديده. نتكلم مثلا على مؤسسه مثل الصيدل مقارنه مع ما كانت تنتجه، والان فرق كبير. لذلك لابد من إعادة تقسيم بعض النشاطات بإدخال منتجات جديدة حتى تصبح تساهم في الناتج الداخلي الخام. نعم. وهذا لا يكون إلا مجموعة من الخيارات الاستراتيجية على رأسها استراتيجية التنويع. نعم. لازم نعمل اليوم كل مؤسسة تعمل على اتباع استراتيجية التنويع، لأن السوق الوطني هذه مهمة جدا. السوق الوطني اليوم رانا في المرحلة الإنتاجية للإنتاج، معنى كل ما ينتج يباع. في بعض الدول لازم تبذل جهود تسويقية باش تبيع المنتج تاعك. نعم. احنا الان في الجزائر كل ما ينتج يباع، اذا التحدي هو رفع الانتاج على مستوى هذه المؤسسات. ولكن باش هذه مقاربة مؤسسية، يعني واش لازم نقوموا على مستوى المؤسسة في حد ذاتها. ثم فيما بعد واختم بهذا، لازم ايضا المقاربة القطاعية. معناه في كل قطاع شحال لازم يكون عندنا من مؤسسات كبيره ومن مؤسسات متوسطه ومن مؤسسات صغيره، لانه اذا كان في خلل في النسيج الصناعي ما تقدرش تقدم خطوه للامام. اذا كان عندنا عدد كبير من المؤسسات الصغيره وعدد قليل من المؤسسات الكبيره، نعم، حتواجه صعوبه في المؤسسه الصغيره، ما تلقاش عقود مناوله، العدد قليل. ولو كان يكون عندنا عدد كبير من المؤسسات الصناعيه الكبيره وعدد قليل من المؤسسات الصغيره،
يكون في المشاريع حتاخذ وقت كبير لانهم ما يلقاوش لي بريستاتور دي سيرفيس هذه المؤسسه الصغيره. اذا في كل هذا الامر يكون في كل قطاع، قطاع صناعه النسيج، قطاع صناعه الحديد، بلاستيك، الزجاج، في كل قطاع لازم النسيج يكون متوازن. بالاضافه الى الموقع الجغرافي، وين منتشره هذه المؤسسات الصناعيه؟ في الشرق، في الوسط، في الغرب، يعني تكون لازم خريطه. هذا الشيء تكلم عليه السيد الرئيس في اربع مجالس الوزراء، قال لابد ان نمتلك خارطه الاستثمار الصناعي باش تشوف وراه تنتشر مؤسسه صناعيه. صحيح. الكبيره الصغيره، كل قطاع هل هو متوازن من ناحيه العدد، من ناحيه الطبيعه القانونيه، هل القطاع الخاص يطغى ام القطاع العام؟ لكن استاذ عفوا، كانت يعني سنه 2023 هي سنه المنتوج المحلي، لا احد ينكر كل هذه الاحصائيات والمؤشرات التي كانت ايجابيه من اجل يعني الدفع بالمنتوج المحلي في السوق الوطنيه وايضا في السوق الدوليه بعد مروره على المطابقه. وهنا نقطه اخرى سوف نعود للنقاش عليها. نتحدث استاذ على هذه الاستراتيجيه، كيف للمنتوج المحلي ان يكسب المزيد من المكانه في الاسواق في السوق الوطنيه والدوليه؟ والله هو من خلال رفع الانتاج فقط، لانه اليوم الاحتياجات الوطنيه مرتفعه بشكل كبير، ونحن نسير نحو الجزائر 60 مليون نسمه، فكل ما ينتج يباع. يعني بدون ان تبذل هذه المؤسسات الصناعيه جهود تسويقيه او حتى جهود باقناع بعض الزبائن، لانه الطلب المحلي قوي، ثم ايضا انه بدليل ان هذه المؤسسات الصناعيه انتجت قدمت معروض سلعي في السوق كان فيه فائض مقبول نوعا ما، تم تصديره كما ذكرنا الحديد، الزجاج، البلاستيك، الاوراق، بعض المنتجات الصناعه الصيدلانيه الى غير ذلك. اذا بنرجع الى سؤالك استاذه فاطمه الزهراء، انه فرض المنتج المحلي اول خطوه رفع الانتاج، لازم رفع الانتاج ضروري. كل مؤسسه لازم اوامر من الوزارات. تقصدون هنا برفع الانتاج من حيث الكميه والنوعيه ام الاثنين معا؟ لان النوعيه تلعب دور. تلعب دور، ولكن ما زلنا في المرحلة الأولى. نعم. يعني حتى إذا كانت النوعية متوسطة طلب المحلي قوي. يعني نعم. لماذا نبذل جهود تسويقية من ناحية النوعية وكل ما ينتج يباع؟ إذا لازم أولا نرفع الإنتاج، لأنه أنا قلت لك كاين مؤسسات مقارنة حجم الإنتاج مع الطاقة ما يمكن أن تنتجه أمر مؤسف جدا. وفي مؤسسات اخرى لا، الطاقات الانتاجيه مستغله بشكل جيد، تساهم في الصناعه، في رفع الناتج الداخلي الخام الى غير ذلك. اذا اول مرحله لازم نرفع الانتاج. ثم في مرحله ثانيه نعمل على عنصر الجوده. هذا هو هذه هي من ناحيه اقتصاديه، هذه هي المقارنه. هو العنصر الجوده ايضا مهم جدا استاذ، عندما يكون يستجيب لهذه المعايير الدوليه حتى نلج الاسواق الاجنبيه ايضا. استاذ خرشي، لا باس ان نتجه الان الاستاذ احمد بوسهمين. استاذ احمد، ايضا من بين النقاط المهمه جدا للرفع والدفع بالعجله التنميه الصناعيه في الجزائر هو الاعتماد على الكوادر والعنصر البشري الذي يمكن له ان يصنع الفارق. كيف ترى أنتم وأنتم عميد الجامعة من حيث هذا الجانب، المورد البشري، الأبحاث الجامعية، الجامعيون كيف لهم أن يساهموا في التنمية الاقتصادية خاصة في مجال الصناعة بروفيسور؟ شكرا. بالنسبة للجامعة، الجامعة كما نعلم من بين التزامات رئيس الجمهورية أن تكون الجامعة هي قاطرة المجتمع، وعندما نقول قاطرة المجتمع هي قاطرة التنمية وخزان للأفكار وخزان للإبداعات. وبالتالي الجامعة أصبحت منوطة بها دفع عجلة التنمية وتشجيع كل الأفكار الإبداعية لحل معضلات المجتمع. عندما نقول معضلات المجتمع تحل عن طريق أفكار، عن طريق مؤسسات، عن طريق مؤسسات ناشئة. وهذا ما شهدته الجامعة مؤخرا، وخاصة بصدور قرار 1275 الذي فحواه أن كل المشاريع الجامعية سواء كانت مستوى ماستر أو مستوى ليسانس أو مستوى دكتوراه أنها توجه إلى مؤسسات ناشئة أو تصبح أفكار تجسد في الواقع لحل معضلات المجتمع عن طريق إما مؤسسات ناشئة أو مؤسسات صغيرة ومتوسطة تنشأ في 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 كل الأنشطة الاقتصادية، وخاصة منها الصناعية والابتكارات.
الجامعة هي خزان للموارد البشرية، خزان للرأس المال الفكري الذي هو أساس لكل تطور، أساس لكل نمو، أساس لكل مؤسسات تصبو إلى الولوج إلى أسواق خارجية. وبالتالي أن نعلم أن قطاع أو الصناعة التي تعتمد على الأفكار وعلى الأبحاث تذهب بعيدا، تذهب بعيدا بمنتجاتها التي تصبح منتجات تنافسية، منتجات يمكن أنها تساهم في تقليل فاتورة الواردات. وبالتالي الجامعة وهي خزان كما قلت هي خزان للأفكار. الجامعة يجب عليها أن تكون جامعة جوارية كما قال رئيس الجمهورية وكما قال وزير التعليم العالي، أنها تكون جوارية تسمع تستجيب لمحيطها، محيطها السوسيو اقتصادي، سواء كان مؤسسات تعرض علينا مشاكلها وتقوم المؤسسات والمراكز الأبحاث بحل هذه المشاكل عن طريق إما منتوجات، عن طريق مؤسسات، عن طريق أفكار. نعم، وخاصة الجامعة بمخرجاتها وخاصة مراكز البحث والمخابر. نعم، التي منوط بها تقديم كل المساعدة للمحيطها القريب ومحيطها السوسيو اقتصادي. نعم، وصلت الفكرة بروفيسور، ولا بأس أن أنقل أيضا هذه الفكرة للسيد بولغرون مدير الصناعة بولاية ميلا بالحديث عن يعني هذا المورد البشري والذي يمكن له أن يكون مبدع ومبتكر للعديد من المؤسسات. نتحدث هنا عن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة في مجال الصناعة. يعني كيف هو الأمر بالنسبة لولاية ميلا؟ كيف ترون؟ كانت تحدث قبل قليل أستاذ خرشي عن المناولة ما بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا التجانس الذي يجب والتكامل الذي يجب أن يكون بين هذه المؤسسات. يعني كيف هي الخارطة بالنسبة لولاية ميلا في هذا المجال سيد بولغرون؟ شكرا سيدتي، دعيني أعرج قليلا لما قاله الدكتور خرشي فيما يخص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. ولاية ميلا بها في غاية 2022 بها 8721 مؤسسة صغيرة ومتوسطة وبتعداد عمال 44924 عامل، وتحتل الصناعة الغذائية 28% من عدد المؤسسات بها 518 مؤسسة ناشئة. نرجع لسؤالك سيدتي الفاضلة فيما يخص اليد العاملة والمؤهلة والكفاءات العلمية وخاصة الستارت اب. السيد والي ولاية ميلا منذ مجيئه للولاية كان حريص كل حرص أن يعطي الدعم للفئات الجامعية والطلبة الجامعيين وأصحاب الابتكارات، وإن ولاية ميلا خصت منطقة نشاطات مصغرة بها 2 هكتار بها 31 قطعة قابلة للمنح، وهي بمنطقة الصناعية بمنطقة النشاطات في ولاية ميلا، وكما سبق وإن قلت في منطقة الصناعية بقرانة أيضا. الوالي أزدى تعليمات صارمة أيضا أن خصص حيز بالمنطقة الصناعية مساحته 1.8 هكتار خاصة بحامل المشاريع لتكون هذه المشاريع أو أصحاب المشاريع الستارتاب متكاملة مع أصحاب المشاريع الكبرى. ممكن طالب جامعي لديه فكرة أن يقدمها لصاحب مشروع المتواجد بالمنطقة الصناعية، وين خصصنا كما قلت 37 قطعة لهذه الطلبة لحامل المشاريع لستارت اب. وولاية ميلا عازمة إن شاء الله أننا نخلق مناطق مصغرة أيضا في مختلف بلدة الولاية إن سمحت فرصة وإن توفر الوعاء العقاري الخاص بالإنشاء المناطق الصناعية المصغرة. نعم سيد بولغرون، لو نتحدث الآن عن مناصب الشغل المستحدثة من خلال كل هذه الحركية الصناعية التي تشهدها ولاية ميلا. نعم، كما صرحت بالنسبة لمناصب الشغل المستحدثة هي 44914 منصب شغل مستحدث بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما بالنسبة للمشاريع الكبرى في المنطقة الصناعية بقرانة لو نتكلم لأنها قطب صناعي بامتياز، حسب تصريحات المستثمرين المتواجدين بالمنطقة تشغل مجموعه 4000 منصب شغل حاليا
ل 64 مستثمر. المنطقة الصناعية بقرانة بها حاليا 64 مستثمر فقط، منهم فقط للتوضيح هما ربع مستثمرين فقط للمنطلقين، لكن البقية لازالت تراوح مكانها. والسيد الوالي أسدى تعليمات في لقائه الأخير بالمستثمرين، وين طلب لقاء مع المستثمرين بمقر الولاية من أجل حثهم على الانطلاق في مشاريعهم وتجسيدها ميدانيا. أسدى إعذارات، وكان تحته هو الإعذار الأخير للمستثمرين اللي ما انطلقوش في مشاريعهم. الدولة عازمة على استرجاع العقار الصناعي. لو نتكلم على ما قامت به الدولة في المنطقة الصناعية بقرانة، أكثر من 1000 مليار سنتيم سيدي تفضل، أكثر من 1000 مليار سنتيم خصاته الدولة للمنطقة الصناعية بقرانة. ما وإذا الآن يعني من هذا المنبر ندعو المستثمرين أنهم ينطلقوا في تجميع مشاريعهم، وبالتالي خلق يد عاملة وقيمة مضافة للاستثمار. نعم سيد بلقرون، شكرا لك على هذه المعلومات. لا بس أن أخذها وأحولها للأستاذ خرشي. أستاذ خرشي، كنا نتحدث الآن عن أهمية التكامل بين المؤسسات الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا يقل أهمية أيضا على ضرورة التنسيق والتكامل بين القطاعين الخاص والعام. الخواص تقريبا يشكلون 85% من عدد المستثمرين في قطاع الصناعة، وهذا النسبة هي مهمة جدا ومرتفعة. كيف ترون هذا التكامل ما بين القطاعين من أجل الدفع بقطاع الصناعة في الجزائر أستاذ خرشي؟ تكامل مهم لأنه يحقق رفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج الداخلي الخام، واللي تكون عندها آثار إيجابية فيما بعد على معدل النمو والناتج الداخلي الخام ككل في الجزائر. وركز على هذه المصطلحات لأنها مهمة وهي أهداف حكومية يعني نعتبرها. فلو نرجع مثلا للمؤسسات الصغيرة المتوسطة في الجزائر، في قطاع الصناعة يمثل يعني من 1.3 مليون مؤسسة صغيرة ومصغرة ومتوسطة، قطاع صناعي مثل 15% من مجموع هذه المؤسسات، والقطاع الخاص يسيطر على قطاع المؤسسات الصغيرة ومتوسطة بنسبة 99%، هذه المؤسسة الصغيرة ومتوسطة وليس المؤسسات الكبيرة. ومن حيث الحجم 98% سيدي تي بي او يعني تري بوتيت انتربريز، مؤسسات من 1 إلى 9. اذا احنا اللي يهمنا بشكل كبير هو التوازن ما بين عدد المؤسسات الصغيره، عدد المؤسسات المتوسطه، ولي جروب اندستريال، المجمعات الصناعيه كبرى. مجمع صناعه الزجاج، مجمع صناعه البلاستيك الى غير ذلك. اذا التوازن مهم جدا في النسيج الصناعي حتى نحقق مستويات الاداء المطلوبه. ففي كل قطاع لازم يكون عندنا عدد مقبول ومتناسب. بالرجوع إلى سؤالك حول القطاع العام والخاص، يعني مش مشكل لما يكون قطاع الخاص يسيطر، هذا دليل على أنه الدولة منفتحة على القطاع الخاص وعلى أنها تقدم تسهيلات ولا أنها أيضا تقدم دعم. لا ننسى بأنه في ندوة الإنعاش الاقتصادي والاجتماعي في أوت 2020 المؤسسات الصغيرة المتوسطة الصناعية كانت تواجه يعني شبح الإفلاس والغلق لولا الدعم الذي قدمته الحكومة لهذه المؤسسات من ناحية تأجيل دفع الضرائب، تأجيل دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي، حتى أنه الدولة الجزائرية قدمت تعليمات للبنوك من أجل تسهيل منح قروض لهذه المؤسسات من أجل إعادة، هذا هو الإنعاش، يعني إنقاذها من الوضعية الصعبة لأنه كان فيه شبه ركود تام بسبب الأزمة الصحية. إذا تكامل مهم جدا بين القطاع العام والخاص. نعم أستاذ خرشي، وأيضا بالحديث أيضا على أهمية العقار الصناعي من أجل الدفع بهذه الحركية الاقتصادية، كيف يعني ترون الخارطة التي يعني الأهمية التي يوليها أولا السيد الرئيس لهذه النقطة تحديدا فيما يخص العقار الصناعي وتحفيز المستثمرين للذهاب لهذا النوع من الاستثمارات خاصة الصناعية؟ والسيد الرئيس قنن العقار الصناعي، وضعه في قانون الاستثمار، وقال بأنه يعني من أجل المزيد من الشفافية يجب أن يوضع على مستوى المنصة الرقمية. الشقق الوحيد الوكالة أيضا؟ نعم، هو تابع يعني إداريا وتنظيميا تابع للوكالة الوطنية لترقية الاستثمار، والعقار الصناعي المتاح يجب أن يوضع على مستوى المنصة الرقمية للمستثمر الموجودة على مستوى موقع الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار. أعتقد بأن في هذا الإطار الحكومة ستتجه إلى استخدام عقود الامتياز في عملية منح العقار الصناعي، هي إحدى الصيغ التي تضمن يعني عدم تحويل العقار إلى وجهة أخرى، لأنه عقد الامتياز 33 سنة مدة منحه
يجدد مرتين يعني تقريبا 99 سنة، ثم في الأخير يمنح للمستثمر. فأعتقد بأن أحد السياق المناسبة والصحيحة والملائمة هي استخدام عقود الامتياز في منح العقار الصناعي، وسيصدر قريبا أعتقد القانون الخاص بالعقار الاقتصادي ككل المتضمن عن العقار الصناعي. الأرقام تشير إلى أن عدد المشاريع الاستثمارية مسجلة تقريبا 2920 في جويليا، الآن ربما هي في 3000. بعد صدور قانون العقار الاقتصادي أتوقع أنه هذا العدد من الاستثمار سيرتفع بشكل كبير جدا، لأن أول ما يفكر فيه المستثمر هو العقار. صح. العقار وضع المصنع بداية الإنتاج. صح. لكن في ظل غياب العقار أو مع يعني مع عدم وجود العقار، هنا مشكل نوعا ما بالنسبة للمستثمر، إلا الذي يمتلك يعني عقد ملكية على أرض صناعية أو يعني تقدر تكون يقدر يكون على مستواها مصنع. نعم، لا بأس أيضا أن أتحول الآن إلى السيد بوسهمين. بروفيسور بوسهمين، أستاذ خرشي تحدث الآن يعني بتفصيل عن كل هذه الآليات التي تمكن لتحقيق ومواصلة هذه المؤشرات الإيجابية التي تحققها الصناعة الجزائرية. لو نتحدث الآن على نوعية المنتوج، كيف للمنتوج الجزائري أن يصنع الفارق من أجل أولا تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وأيضا ولوج الأسواق الأجنبية؟ بالنسبة للمنتوج المحلي كما ذكروا الزملاء، يجب أول حاجة تشجيع المؤسسات كما قلنا، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتشجيع ومعرفة النسيج هذه المؤسسات. كما نعرف والمختصين أن تجربة إيطاليا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي تجربة رائدة، حولت مجموعة المؤسسات التي نشطة في منطقة ما إلى مجموعة مجمعات وتسمى بالعناقيد الصناعية، وبالتالي يجب تشجيع إنشاء عناقيد صناعية بحيث مجموعة من المؤسسات تنشئ مجمع، وهذا المجمع يمكن أن تجمعهم علاقات سواء في تحويل التكنولوجيا أو تحويل الخبرات، وبالتالي المنتوج المحلي عندما المؤسسة أو المؤسسات الخاصة المحلية تستخدم أو تستعين بكفاءات ومخرجات كما ذكرنا الجامعة، وبالتالي يصبح منتوجها ذا معايير عالمية. وهنا نأتي بما يسمى التقييس. عندنا مشكلة وحيدة أو مشكلة وحيدة للولوج إلى الأسواق الخارجية، وهو يجب أن تكون منتوجاتنا ذات معايير دولية، وهذه المعايير تقوم على أساس التقييس. هنا يمكن أن الجزائر، وهذا ما رها طامحة به، أنها تتوجه إلى الأسواق الإفريقية على بوابة موريتانيا ثم تصدير هذه المنتوجات. إذن نبدأ بالمنتوج المحلي ثم الاكتفاء الذاتي ثم بعدها إلى التصدير، بالاعتماد على تجارب رائدة لدول متقدمة أو دول يمكن أنها فاتتنا بالتجربة، على غرار تجربة إيطاليا في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وهذا التكامل بين المؤسسات الكبيرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يسمى المناولة الصناعية. وهنا تنشأ هذه العلاقة التكاملية بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فيما بينهم، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بينها وبين المؤسسات الضخمة. نعم بروفيسور، نعم بروفيسور بوسهمين، وصلت الفكرة، والأكيد أنكم لا يمكن استغناء عن المؤسسات. نعم وصلت الفكرة، والأكيد بأنكم بالحديث عن هذه النقطة المتعلقة بالمطابقة، فإن الوكالة الوطنية للاعتماد هي أيضا تسهر على تحقيق كل هذه المعطيات والمعايير في المنتوج المحلي الجزائري سواء كان محليا أو من حيث التصدير. لا بأس أن أتجه بسؤال أخير للأستاذ إبراهيم بولغرون، مدير الصناعة بولاية ميلا. بالحديث هنا عن ولوج الأسواق الأجنبية، لدينا بولاية ميلا وحدة إنتاج وتخزين منتجات
الصيدلانية والتي أصبحت توجه الآن منتوجها إلى تونس. نتحدث هنا عن حركية التصدير فيما يخص المؤسسات الخاصة بولاية ميلا، كيف ترون هذه الحركية أستاذ بلقرون؟ شكرا سيدتي. نبدأ بما يسمى بي ام دي تي، المؤسسات الإنتاج مؤسسات الصيدلانية، واللي كان زارها مؤخرا السيد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، واللي كان أعجب وصح التعبير انبهر بالمنتوج. هذه مؤسسة ناشئة، يعني انطلقت في الإنتاج في 2021 ومن بعد ما كورونا تأجلت، واليوم راهي تنتج، وين قامت بتصدير مجموعة من المنتجات الصيدلانية إلى الشقيقة تونس، وهي يعني مؤسسة ناشئة وممتازة. على غير أيضا هناك بعض المؤسسات كذلك، وين التصدير كنا مشيت إلى موريتانيا وكذلك إلى الكونغو الديمقراطية، بعض المؤسسات في صناعة التحويلية البلاستيك وين صدرت لموريتانيا، وبعض الصناعات الغذائية أيضا لموريتانيا وكونغو. وولاية ميلا عازمة إلى أن تصبح يعني كما قلنا قطب صناعي بامتياز، وهي متنوعة. لو نتكلم على الصناعة في ولاية ميلا، كذلك لا ننسى نصيب ولاية ميلا من الطاقات المتجددة. لدينا وحدة لإنتاج الألواح الشمسية وهي رائدة، هذه الأخيرة تنتج من مجموعه 250 ألف لوح في السنة متعلق بالطاقة الشمسية. فهي كذلك السيد الوزير ثاني كذلك أعجب بهذه الأخيرة، يعني ولديها شركاء يعني ممتازين، يعني تصنع في الألواح الشمسية بجودة عالمية، ولديها كل المؤهلات أنها تصدر الألواح بعد الاكتفاء الوطني. ولاية ميلا ولاية رائدة إن شاء الله، والسيد والي ولاية ميلا حريص كل حرص على دفع التنمية بولاية ميلا ومرافقة المستثمرين ورفع القيود عليهم. نعم السيد إبراهيم أبو القرون مدير الصناعة، شكرا لك. لكن قبل أن أختم نقاشي في هذا الملف المهم، لا بأس أن أتجه إليك أستاذ خرشي بسؤال أخير بالحديث عن هذه الحركية، حركية التصدير والولوج خاصة الأسواق الإفريقية، الجزائر بوابة إفريقيا، هذا أكيد وأصبح معلوم. كيف ترون هذه السياسة من حيث تنويع الاقتصاد الوطني والمنتج الصناعي الجزائري من حيث النوعية والجودة والوفرة حتى يلج هذه الأسواق الإفريقية باختصار؟ هذه الخطوات الأساسية، إنتاج كما ثم النوع ثم محاولة دخول إلى الأسواق الإفريقية، لأنه أولا الجودة تفرض نفسها. أما بقية المؤسسات التي عندها فائض في الإنتاج وربما الجودة تكون متوسطة، هنا يجب أن تتدخل دبلوماسية اقتصادية هي اللي تفتح لهم أسواق. قال أعطيني سوق في 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 موريتانيا، في في مالي، في السنغال. هنا لازم دبلوماسية اقتصادية تتواصل مع رجال المال، رجال الأعمال، مستوردين من هذه الدول حتى يتم تسهيلات الجمركية والإجراءات البنكية أيضا. إيه نعم، الرواق الأخضر وغير ذلك. أما المنتجات ذات جودة عالية فهي تفرض نفسها. أعتقد بأننا وضعنا خطوة كبيرة نحو الأمام في إعادة بعض الصناعة والتصدير من هذه المنتجات التي تقدمها القطاع الصناعي نحو الخارج، خاصة الدول الإفريقية. دكتور إسحاق خرشي خبير اقتصادي، شكرا لك أستاذ على كل هذه المعلومات. وأيضا نشكر البروفيسور أحمد بوسهمين عميد كلية العلوم الاقتصادية بجامعة بشار، شكرا لك بروفيسور على حضورك معنا وعلى كل هذه الاستفادة. كما نشكر أيضا من محطة قسنطينة السيد إبراهيم بلقرون مدير الصناعة لولاية ميلا، شكرا لكم ضيوفي الكرام على كل التفاصيل والاستفادة في هذا الملف المهم. مشاهدينا الكرام، إلى هنا نصل إلى الختام، لكن نتجه الآن إلى الملف الدولي. في ملفنا الدولي سوف كما ذكرنا في العناوين نتحدث عن نيجيريا، حيث بأن العديد من النيجيريون يحتشدون بالآلاف تصديا لكل تدخل أجنبي. الملف الدولي بعد الفاصل.
مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في ملفنا الدولي والذي نخص فيه الحديث عن الملف والأزمة في النيجر، وأيضا التداعيات وأيضا التحركات الدبلوماسية المتسارعة من أجل حل الأزمة في النيجر. وللحديث في هذا الملف أسعد باستضافة الدكتور حمزة حسام، أستاذ المدرسة العليا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا بك دكتور. إذا دكتور، نتحدث اليوم ونواصل حديثنا عن الحديث بالأزمة التي تشهدها النيجر على المستوى الدبلوماسي والمستوى أيضا يعني إجهاسات التدخلات العسكرية، وكما شاهدنا قبل قليل والأيام السابقة كل هذه التحركات والماراثون على مستوى الدبلوماسي سواء من الجزائر أو القوى المجموعة الدولية أيضا الرافضة للتدخل الأجنبي وتداعيات كل هذه التحركات الدبلوماسية سواء كان على المستوى الدولي والمستوى المحلي. نرى اليوم مظاهرات مناهضة لهذه السياسة، سياسة التدخل العسكري. كيف تقرؤون أستاذ هذه البعد وهذه الحركية الدبلوماسية فيما يخص أزمة النيجر؟ هو في اعتقادي هناك وعي جديد، وعي سواء على المستوى المحلي أو حتى على المستوى الدولي، بأن التدخل العسكري أو تجارب التدخل العسكري لم تؤتي ثمارها ولم يعني لم ينجم عنها إلا مزيد من الدمار الأمني والخراب في الدول التي حصل فيها التدخل العسكري. أعتقد بأن اليوم النيجيريون مدركون تماما لهذه الحقيقة، فهم يدفعون إلى ألا تكون النيجر هي ليبيا جديدة، لأنهم يرون ما حصل في ليبيا، يعرفون تماما ما الذي يمكن أن تصبح عليه النيجر المتخلفة أصلا للأسف في حال حدث فيها التدخل العسكري. وحتى على المستوى الدولي بقيادة من الجزائر هناك نوع من الإدراك والوعي لدى المجموعة الدولية بأنه يمكن أن نصل إلى حل سياسي، أن نلملم الوضع سياسيا بعيدا عن التدخل العسكري، أن لا يعني أن لا نفاقم المشكل فتصبح لدينا عدة مشكلات. اليوم الأزمة هي سياسية، فلا داعي لأن تصبح الأزمة إنسانية، لا داعي لأن تصبح أزمة أمنية، لأنه أن تتحول الأزمة إلى أزمة إنسانية أو أمنية فهذا يعني أنها ستشمل العديد من الدول، وهناك سيصبح الحل أصعب، والوصول إلى مخرج في تلك المرحلة في حال ازدادت الأطراف المتدخلة، وهذا طبعا ما يؤدي إليه التدخل العسكري، هناك سيصبح الحل صعبا جدا وقد يكون مستحيلا. نعم أستاذكم، تحدثتم الآن عن هذه الدروس خاصة التي شهدتها العديد من الدول الإفريقية. هذا الانقلاب العسكري هو الانقلاب الرابع في المنطقة، والتي يعني الذي يعكس أيضا هناك بعض فشل السياسات التدخلية التي تريد أن تتدخل في شؤون هذه الدول وتريد أن يعني أن تبقى هذه الهيمنة الاستعمارية لهذه الدول. ما الذي تغير الآن في هذه المنطقة حتى أصبحت هذه الانقلابات يعني دائما تعود بالنتائج العكسية والسلبية للمنطقة؟ صحيح، هو هذا الإدراك الذي تحدثت عنه وهذا الوعي الشعبي تحديثا بدأ منذ يعني تقريبا بداية العقد أو 2013 حتى نكون يعني أكثر دقة، بدأ تحديدا بعد التدخل الفرنسي في مالي أو بعد الأزمة الليبية ثم ارتداداتها على منطقة. هنا بدأ الوعي الشعبي في دول الساحل ودول المنطقة بأنه حقيقة هناك تأثير سلبي جدا يعطل هذه الدول نتيجة للتدخل العسكري في كل مرة. ثم أن منطق الوصاية المشكل الكبير جدا أنه اليوم إلى غاية الآن هناك الكثير من الدول الغربية وعلى رأسها فرنسا تتعامل مع المنطقة ومتعاول مع دول المنطقة بمنطق الوصاية، هذا الشيء أصبح مرفوضا شعبيا. اليوم الذي تحول سيدتي الفاضلة هو أن هذا الوعي الشعبي تجسد في حكومات أتت بطريقة خاطئة، هذا مفروغ منه، ولكن لا يجب أن نهمل حقيقة بأنه في جزئية تمثيل هذا الوعي الشعبي هذه الحكومات اليوم حتى وإن جاءت في إثر انقلابات فإنها تعتبر حكومات شرعية، وهذا هو الشيء الذي لا يجب أن نتغاضى عنه، لأنه إذا كانت الطريقة التي وصل بها اليوم المجلس الحاكم في النيجر طريقة غير صحيحة ومدانة ويجب أن نعود إلى الشرعية الدستورية، فإنه في جزئية التعبير عن الرفض الشعبي للهيمنة الفرنسية على النيجر هو متفق مع الإرادة الشعبية. والأكيد بأن هذه النهضة الشعبية أستاذ تأخذ تجرنا بالحديث إلى خطورة
هذا التدخل العسكري عندما يتأزم الأمر إنسانيا في هذه المنطقة، لكن بالجانب الاقتصادي ما هي تداعيات هذا التدخل العسكري اقتصاديا على المنطقة وعلى النيجر أيضا أستاذ؟ أكيد، لأنه الإنساني مرتبط بالاقتصادي. نعم. لا يمكن أن نتحدث عن حركيات لجوء أو عن عجز عن تلبية الحاجيات الصحية أو الحاجيات الغذائية للمواطنين إن لم تكن هناك أزمة اقتصادية. اليوم العقوبات الاقتصادية التي فرضت على النيجر من طرف الإكواس بدأت تفاقم من الأزمة الإنسانية لدى النيجر، تفاقم من أزمة الطاقة، لأنه أبسط مثال اليوم جزء كبير جدا تقريبا 70% من الطاقة التي تحرك النيجر تأتي من نيجيريا، اليوم قطع هذا المصدر. إذن تخيل كم من نشاط اقتصادي سيتوقف، وما هي أيضا التداعيات السلبية خاصة بالنسبة للمستشفيات التي ستجد نفسها عاجزة عن التعامل مع الحالات الصحية والحالات الحرجة التي تتطلب رعاية صحية. إذن الأكيد بأن المشكل الاقتصادي سيؤدي إلى مشكل إنساني إن لم يجد الشعب النيجيري أو إن هو يعني حدث استمرار في هذا الحصار وهذا الحظر الذي فرض على النيجر، خاصة أن النيجر دولة حبيسة، هذا الحصار مفروض عليها من إكواس، فالأكيد بأن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم مع الوقت. لن يجد النيجيريون غذاء لكي يغذوا أنفسهم، لن يجدوا أدوية لكي يداووا الحالات المرض والحالات المستعجلة، وفي الوقت نفسه ستبدأ حركيات النزوح التي ستتجه نحو الدول المجاورة للنيجر وعلى رأسها الجزائر التي تعتبر الدولة الأكبر والأكثر استقرارا في دول جوار النيجر. نعم، وهذه التداعيات الأزمة بالنيجر والتي سوف تتجاوز حدود النيجر إلى مناطق أخرى يعني من النيجر، كيف ترون هذه التبعات وهذه التداعيات على المستوى الأمني الإنساني والاقتصادي والسياسي في المنطقة؟ هناك حقيقة علمية إن صح التعبير في دول الساحل، يعني كل الدراسات التي أجريت في الساحل تؤكد بأنه أي تهديد ينشأ في أي دولة من الدول أو في أي منطقة من المناطق في الساحل فإنه سرعان ما يتحول إلى تهديد عابر للحدود لعدة أسباب، أهمها على الإطلاق هو أن دول الساحل في حد ذاتها منها النيجر غير قادرة على التحكم في حدودها. الشيء الذي يجعل من التهديد يخرج إلى دول الجوار هو عدم القدرة على التحكم في الحدود وأمن الحدود، هذا هو الحاصل بالنسبة للنيجر. ثم أن هناك الحالات الإنسانية، الدول المجاورة ستكون أمام إجبار قانوني أو واجب قانوني على استقبال هؤلاء. إذن عندما تخرج التهديدات الأمنية عن الحدود النيجر وعندما يتجه أو تتجه قوافل اللاجئين نحو الدول المجاورة فالأكيد بأن هذا سينجر عنه عدة مشكلات أو عدة تعقيدات اقتصادية سياسية صحية في بعض الأحيان وأمنية بالنسبة لدول الجبار. ثم هناك جزئية مهمة جدا وهذه أيضا أخبرتنا بها تجربة ليبيا والتجارب الأخرى أيضا، أنه اللاجئون ليسوا كلهم لاجئين، هناك في بعض الأحيان اختراق لحركيات اللاجئين من طرف تنظيمات إجرامية أو تنظيمات إرهابية تستخدم لاختراق أمون الدول المجاورة وبالتالي التأثير عليها مستقبلا، وهذا ما تعمل عليه خاصة الدول التي يكون لديها حسابات معينة. مثلا إذا كان اليوم لدينا أطراف من شأنها أو تريد اختراق الجزائر أو تهديد أمن الجزائر فالأكيد بأن الوضع في النيجر وحالة الانفلات الأمني تستغلها شاشة الأوضاع الأمنية تماما، ستستغلها من أجل التأثير على الجزائر ومن أجل اختراق منظومتها الأمنية. نعم دكتور، في سؤال أخير نتحدث عن يعني حسبكم ما هو مآل هذه الأزمة في النيجر في الأيام القليلة المقبلة، خاصة إذا وضعنا أمام أعيننا التحرك الدبلوماسي، مبادرة رئيس الجمهورية وزيارة أيضا الجولة التي قام بها وزير الخارجية والأمين العام لوزارة الخارجية لحلحلة هذه الأزمة، وأيضا المجموعة الدولية نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية، عن مصر، عن تركيا، عن كل هذه مالي، بوركينا فاسو، عن كل هذه الدول الرافضة للتدخل العسكري؟ هو يعني في اليومين الأخيرين لاحظت بأن هناك نوع من التراجع عن فرضية التدخل العسكري، لأنه كما قلت هناك أولا شبه
اتفاق دولي خاصة من الدول المؤثرة في المنطقة وعلى رأسها الجزائر بأن التدخل العسكري مرفوض وبأن التداعيات التي ستنجر عنه ستكون خطيرة ليس فقط على النيجر بل على كل دول الجوار والدول الجوار في غنى عن هذه الأزمة لأنه أصلا الوضع في الساحل غير مستقر. يضاف إلى هذا بأن اليوم هناك تأييد شعبي وهذا لا يجب أبدا أن ننساه، التأييد الشعبي والرفض الشعبي اللي في النيجر للتدخل العسكري نعم لديه حل حالة هذه تماما لديه تأثير ويجب أن يراعى لأنه المدخل الأساسي للتدخل العسكري هو الديمقراطية. أصل الديمقراطية صحيح. أن نراعي مطلب الشعب، الشعب يقول بأنه يرفض التدخل يرفض التواجد الفرنسي فيجب أن نأخذ بعين الاعتبار هذه المطالب في طريقة الحل التي يجب أن تقترح وأعتقد بأن الجزائر تدرك هذا تماما. لهذا الجزائر تدفع اليوم بكل ثقلها سواء مع النيجر بطريقة مباشرة أو مع الدول المؤثرة داخل الإكواس من أجل إلغاء فرضية التدخل العسكري وحصر الحل في الحل السلمي التفاوضي. نعم دكتور حمزة حسام أستاذ المدرسة العليا للعلوم السياسية والعلاقات الدولية، شكرا لك دكتور على حضورك معنا وعلى كل هذه المشاركة، شكرا لك. مشاهدينا الكرام إلى هنا نصل إلى ختام برنامجكم الجزائر مباشر، شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، وكان في رئاسة التحرير عبد المطلب قلاوي وفي الإخراج مروان فرح، شكرا لكم وإلى اللقاء.